السيد ابراهيم السفيني رئيس جامعه الساحل. خاصة كداروا لنا انزان بمناسبه نهايه دوري أربعاء الساحل. مراك خاصة حتى ولد في الواقع من الرياضة عامة منطقة الساحل. أولا كنت على أشكر أولا لأن أول مرة استقبل حكرا مفتاح المناسبة هي باش الدرس نتيلي المبادرة هذه سقسان حماس الدومينة، رغم أنه فعلا الرياضة تمز لبلاصة نصح المخطط الجماعي الوطنية ونبدو حتى نفيد شوية ما تيكنطالب غير ديال الملعب القرب، ملعب القرب غير تغيدنيت اللي حنا بالدقيقة الحال يعني ورا نكري الملعب اللي حل الدوريات غير وين يريد التشكيل ديال غير غيدنيت حاليا تيدير حغي غناخد نخوان حيد كيس لا بيبينيه غنحول ليه الملعب نادي كيما لعب القرب يمزي يركز يقول لونترينمون مثلا الفرق وغادي من بعد ان شاء الله يبقى في لاص نحافظ على حريه الدوليكا مكسب. الاشكاليه الوحيده اللي دنحلها انه الجماعه الرغبه لا الامكانيه لا غير سميتو الارضيه لا من يقولنا غير ما يتحمل وانها حتى إذا القضية اللي نقول هو المشكل دي راه التلميذ الجامعة ولا تسكر، راه الموظفين الأعضاء ويمكن تسكر، وين يكني أي فرقة أي مجموعة تردد نحت تسكر غير مثلا الشركة من الصباح حتى الإمكانية المادية نظرا لقطاع الغلاف العام ولا ينزل عن طريق الجمعيات الموازية مسألة التعاون على الأقل يدي ما شحال وقت إن شاء الله. إذا نتات لك مفلاس وقت بعدا علاش؟ من غسل حيت الثانوية الإعدادية ثم ثانوية ثم دار الطالب ثم ملحقة ثم المدرسة الجامعية كل الوسائل جعلت أنه يسور ذات لك الوقت الرياضة تلعب دور الجامعة الساحل من حيث الشباب دارس المؤهلات مع تقطع الأشواط درس تسكن كيس دوريات ودوريات، ولكن مع الأسف إلى الآن إلا اليوم السؤال بأن إراد بلور وإن شاء الله كيس نبات فريق الساحل نتمنى ميدنا اللي وسيل الهمات السن بأن قدمنا ينولي الساحل وارتقدنا الثاني إلى اليوم يرد نجح إن شاء الله. إذا درس المكان نصح مثلا المخطط رنت عوادي المخطط غلا درس نحل الامكانيه العلاقات اللي نشارك بمجموعه من الشباب بلجيكا ولا مارسي ان نفتو بعيد دار نحل امكانيه الناحيه البحريه كيس كاين نرى، ولكن من هو النار يحمل الحمل السياح حامل المشروع بمعنى باختصار شديد الجماعه تؤمن بجماعه المؤسسات جماعه الشركات حتى يحور اللي نكلي غصه ولا صباح قد كان في البعده غا الارضيه حتى هو يكفينا فخرا والحمد لله. غادي نخرجوا بمجلس جماعي للشباب غدا ان شاء الله، غادي تجي عندنا غدا ميغراسيون ديفلوبمون في هذا الاطار الهجره والتنميه غادي يحضر معنا غدا. المجموعه اللي مكلفه بالشباب كان اللقاء الاول معهم، حنا دابا غادي ندخلوا اللقاء الثاني معهم غدا ان شاء الله، يعني تنكونهم، ولكن دائما السؤال اللي كنطرحوا الشباب عيا من الكلام خصو شي حاجه تكون ملموسه، وباش نستعدوا لذاك الملموس راه هذا الاسبوع خدينا واحد الدار كبيره فيها اير بلس 2 هنايا في الاربعه ساعه في المدخل باش نجمعوا فيه كل شيء الامكانيات ديالنا ديال الجامعه ولا ديال الجمعيه التمويل بما فيه القاعه موجوده بما فيه فيلينسو بما فيه فيلي الاجتماعات هو موجود مثلا لان غادي ناخذ هذا تقريبا 1200 درهم شهريا على حساب جمعيه التمويل بمعنى تنستعدوا له. ولكن غادي نرجع لنفس السؤال اللي قلت لك بمعنى الا لقينا من هذه المجموعه ديال الشباب ديالنا ولا الا عطانا هذا الدوري شكون غادي يتحمل هذا المشعل؟ حنا من غدا مستعدين. الا بغاو بنا نغتنموا الفرصه يجتمعوا معايا قبل لو 4 في هذا الشهر 9 لان غادي لبلجيكا مع الشركاء ديالنا، مستعد نقلب اليوم على السياره نجيبها ندخلها وتظهر هنا اشارتهم غادي لتما. اش غادي ندي معايا؟ غندي معايا المشروع ديال الواد الحر، غندي معايا مشروع ديال قاعده معدات الاستعمال ديال الخيريه نقدمها اليوم، غادي نجتمع مع جوج د رؤساء الجامعات تما في اطار تحضير التوأمه، كاين الشباب تما غادي يجيو يبداو واحد الكوليج دابا يجين هنا يديروا التبادل يلقاو هاد الملاعب كل يعني الارضيه موجوده دابا اكثر. ولكن اعوذ بالله ملي قالوا انا يعني حنا كجماعه يعني شكون اللي غادي يحمل لي هذا المشروع؟ من هو حامل المشروع؟ الا كان حامل المشروع من اليوم وقال لك اودي انا ما طالب منك ولي اعطيني غير فين نجتمعوا ما باقاش نقلبوا هنايا عطلي الساروت ديال الدار ويقول لي بلا ما نقول ليه خذ الوسائل النقل اللي عند الخيريه، غادي ياخذ الوسيله ديال تمن تاع لافور ترانزيت ديال صعب البلايص بين في الشفر، نعطيها لهم من غدا تكون راه اشاره ديالهم، نجيبها من تيزنيت يعني نعطيها هي شربانه ونقول لهم ها هي خذوها. ولكن يعني شكون اللي بغى، يعني اللي قال الاخ هذيك الساعه شكون اللي عنده هذا الهم وفيه هذا الحب ديال هذا الشيء. ومن تما انا كنت دويت مع الناس ديالي قلت لهم ودي لا يعقل فرنسوا كيستقبل وتيتير تما يفدا كنتم وانتم اش كديروا، علاش ما تكونوا كلمه عندنا، علاش هو يدير لي بيرجمون لا ريستوراسيون ولا كوي وكل شيء، علاش ما تقسموا معاه كاين ها هو فاقلوه شبعنا حنا ما كاملينش تكون اقليميه. وكانت هذاك اللي كاين ذاك سميتو هذاك الطيران جا لتيزنيت قلت له ودي لا يعقل يقيم تيزنيت ما يكونش، راه ما يمكنش يكون الا في الساحل فاقلوه، لان هذا هو المدخل الرئيسي ديال الاقليم، حنا مستعدين نتعاونوا ما تدار والو. قلت للجمال وقلت للمجموعه اللي خدامين في لابيسين نفس الشيء دابا، بمعنى انه لما الملعب ديال الكوليج ها هو راه هنا اشاره المدير والمندوب ما غايقولوا لا، ولكن شكون اللي غادي ياخذ الشباب ويقول لك مثلا انا بغيت ما يمكنش نخلف فابور، هو ما يمكنش يخلف فابور، لا بدا يدير معنا واحد المبلغ ونخصصوا ليه. فين غادي نجيبوا هذا؟ جمعيه تموت عندها جوج المداخل، 1500 درهم في هذا الشيء ديال لونتين ديال ميديتيل و1500 درهم في ذاك المركب ديال القريمه، 3000 درهم شهريا غادي نعطيو شويه للكر والباقي لهذوك الناس. اذا السي ابراهيم هذه دعوه صريحه ودعوه موجهه للجمعيات ديال المنطقه، لان باش تحمل المشعل ديال الرياضه في الاقليم وتحط ملفات ولا مشروع للتنميه. وكما تعلمون كاين واحد المبادره عند شي شباب انهم داروا منتخب من خلال هذا الدوري هذا نيت اللي غادي يشاركوا في الدوري الاقليمي اللي غيبدا نهار اليوم الاثنين ان شاء الله. الدوري الاقليمي اللي نظمته فيدراليه كره القدم جمعيه كره القدم بتيزنيت بشراكه مع امل تيزنيت، للهدف منه هو انتقاء اجود اللاعبين اللي غادي يمارسوا في البطولات العصبه. واش كتظنوا بان هذا الفريق هذا غادي يكون ان شاء الله هو النواه ديال فريق الساحل؟ 100% غادي على الاقل غير يبداو، غير نبداو بعدا. المشكل هو ما نقولوش هادو اللي غادي ما يديروش، لا غيديروا مخير غير يبداو. اشنو هو يبداو؟ يكونوا موجودين ونعرفوا البرنامج ديالهم ونعرفوا الخصائص ديالهم، على الاقل يجي يقول لك اودي بعدا باش نبداو نكونوا جديين. هالمسائل اللي هي اليمونتيغ وفروها لينا فين هو لما قرفاش نجلسوا بعدا باش نكونوا مرتاحين، اشنو هو باش ندبروا الصوت كنعمل المفتاح ديالو وداك الساعه سميتو هذه حاجه له. وثانيا نوفروا لنا المسائل الاولى بحال مثلا اللي توني وهذه المسائل نوفروها لهم، ومن تما يعطيونا شي خصاص نقلبوا عليه على برا ونجيبوه على هذوك الناس. يمكن يجيبوا هذو كادو، ولكن راه المشكل اللي كيوقع لنا كنقول هذا الشيء على برا كيقول لي واش انت الرئيس جماعه وانت تكون رئيس فريق وانت تكون كل شيء، علاش انت ما تدبرناش شي ناس اخرين ونتذكروا معاهم؟ هما كيبغيوني انا دائما نكون في الواجهه كانني هو الوحيد اللي في هذه البلاد وانا الوحيد اللي غادي وانا راه انا بشر بحال اي ناس ميت مربوطه. ولكن فين هذا؟ يجي كيفاش غادي نجحوا؟ نساو ذاك العنصريه الخاويه لا هذاك، ونساو الانتخابات. تجي الانتخابات خويا نقول لك قدام ونجم الله يعاونك جيب حزب جيتي، هذيك العقليه راه مشات حتى الا شفتوها عندنا في الاول راه تخلينا عليها لان بان بان ما تعطيش. اجي دابا من غدا وقول انا بغيت نعطي المشعل ديال الساحل، اللي سولك باش مندور يعني حرام، هذا الشيء اللي ما بغيناه هذا هو الواقع دابا. وانا هذا والله انا بغيت انا يعني نقول لك اليوم كنت ما باغي نجي، دابا ملي جيت عجبني الحال علاش غادي نتلقاو وندير هذا اسميتو اعلان لهاد الناس، ولكن يكون عندنا مخاطب جدي ما يكثروش المخاطبين ونتشتتوا. شي راجل ولا مجموعه يقول لك حنا المخاطبين في الرياضه، حتى الا جاني شي واحد اخر بغا يدير نقول لك الله يخليك سير ذاك مع دوك الناس، باش يكون عندنا مخاطب واحد وتكون عندنا ميزانيه تعرف الحسابات وندير مع الشركه. وخير السنه يقدم لنا البرنامج ديالو والانتاج ديالو واش بقى لي وحنا غاديين ان شاء الله. الاستاذ ابراهيم السفيني كنشكرك على هذا الحوار الشيق اللي بينتي فيه على الافاق ديال الرياضه بالجماعه، واللي كنتمناو لكم التوفيق ان شاء الله وللشباب ديال الجماعه وحد الموفقه في قادم الايام ان شاء الله. انا بدوري كنشكركم وكنتمنى لكم التوفيق وكنعتمد عليكم اكثر وعلى هاد الشباب تشجعوهم وماذا بينا تواكبونا حتى ينطلقوا ان شاء الله. وحنا راه هنا اشاره في جميع الامور ان شاء الله، وغنبداو غتبان المسائل الاخرى غادي نوصل الشاطئ وغادي نعطيهم حتى المعلومات والايميل ديال هذوك الناس اللي شتو معنا مرسي اللي مستعدين ينميو المسائل البحريه وحنا دابا راه شدينا واحد 8 الكتار، حدا على شاطئ البحر فيه 2 الكتار غادي نردوه لواحد المركب وواحد الكومبلكس سميتو. ولكن اش كيخصنا دائما هو الافكار، واخا كنكونوا في الجامعه تيظنوا بان ملي جينا الجامعه جايين عامرين بالافكار، لا هما يجيبوني افكار، يجيبوا انا تصورات من تما غيبان لهم راه كاين. فاش كنعطيو دابا الفلوس في الجامعه ما كانتش نعطيوهم، وخلينا المسائل مهمه، ولكن شكون غيقولها لي؟ ما كاينش، هذا هو اللي ما عندناش. وشكرا لكم مره اخرى، مرحبا بكم.